بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة والمدونة. كما ترون هذا هاتف سامسونج الاسم 125، يعني سامسونج A12، وهاته الدارة الخاصة بالشحن والداتا. سوف نقوم بتتبع المسارات الخاصة بالشحن والمسارات الخاصة بالداتا. إذن على بركة الله، هذا هو الكونكتور الخاص أو الذي يقوم بالذهاب أو جلب الفيباس ومسارات الداتا ومسارات الشحن. كما ترون في هذه النقط أو النقطة، هذه هي الخاصة بالفيباس، ثم بالنسبة للأخضر فهو الداتا بوزيتيف، والأصفر هو الداتا ماينس، يعني الداتا نيجاتيف أو السالبة. سوف نقوم بتتبع الآن البوزيتيف، هذا الفيباس فهو يخرج من هذه النقطة ثم يذهب إلى خلف البوردة، يقوم بالدخول من هذا المكتف إلى هذا، ثم هنا ثلاث مكتفات، ثم يمر عبر هذه القناة إلى هذا الآي سي الموجود هنا، فيخرج الفيباس الإن، ثم يذهب إلى هنا إلى هذا المكتف، ثم إلى هذا المكتف، ثم إلى هذا المكتف الثالث، ويدخل إلى آي سي المنظم للشحن والباور، ثم يدخل إلى هذا الآي سي، ومن هنا كما ترون الفيبات يخرج الفيبات من هنا إلى هذا المكتف، ثم إلى هذه النقطة، ثم يذهب إلى هذه النقطة الموجودة هنا، يمر عبر هذه المكتفات إلى هذه المقاومة، ثم يمر عبر هذه النقطة ويذهب إلى هنا الرجل الخاصة بالبطارية، يعني البوزيتيف الخاص بالبطارية. أما هذه النقط الموجودة هنا فهي الخاصة بالنسبة لهذا اللون، فهي البات اي دي، ثم هذا الأورانج فهي الباتوم. من أين تأتي هذه المسارات؟ سوف نقوم بالعودة إلى هذا الآي سي الموجود هنا. كما ترون فهنا تنطلق هذه المسارات بالثلاثة، وهي المسارات الخاصة بالبطارية، يعني يخرج الفيبات، ثم البات اي دي، ثم الباتون. ثم بالنسبة للباتون والبات اي دي فهي تمر فهي في المسار، فهو مسار ديركت، فهو من الكونكتور الخاص بالبطارية إلى الآي سي، لا توجد أي نقط في المسار. أما الفيبات فهو يمر عبر هذه النقط ثم إلى رجل البطارية. الآن سوف نقوم بتتبع مسارات الداتا. سوف نقوم بحساب 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا بالنسبة للرجل 10 والرجل 11، الرجل 10 فهي الداتا بوزيتيف، والرجل 11 فهي داتا ماينس، يعني من اليمين. إذا قمت بحساب من اليمين فهي 10 و11. نقوم بتتبع، فمن هنا تخرج الشحنات، ثم تقوم بالدخول من هنا، من هذه النقاط الموجودة هنا، من هذه المقاومة كما ترون، ثم تذهب إلى آي سي، هذا الآي سي الموجود هنا، وهو اي سي منظم للشحن، وفي نفس الوقت فهو اي سي باور. عندما تدخل الشحنة الى هنا فهي تخرج من هنا على شكل يو اس بي اش اس داتا ماينس وداتا بوزيتيف، ثم تذهب الى البروسيسور كما ترون. أما بالنسبة للشحنة الخاصة بتشغيل الهاتف فهي تخرج من هذه النقاط.
يعني ال VPH power. سوف نقوم بعمل خلاصة. إذن تدخل الشحنة الموجبة من هذه النقطة وتذهب إلى هذه المكثفات مرورا بهذا الآي سي الصغير هنا، ثم تذهب إلى هذا الآي سي هنا عبر هذه المكثفات، ومن هنا تخرج هذه المسارات الثلاث. بالنسبة للفيبات فهو يمر عبر هذا المكثف إلى هذه النقطة، أما بالنسبة لبات آي دي والباتون فهما يخرجان من الآي سي إلى أرجل البطارية، أما الفيبات فهو يمر عبر هذه النقط ثم يذهب إلى رجل البطارية. أما بالنسبة للداتا فهي من هذه الأرجل الموجودة هنا، فهي تذهب إلى هذه المقاومات الموجودة خلف البوردة أو خلف الكارت مير، تمر عبر هذه النقط وتذهب إلى آي سي، هذا الآي سي الموجود هنا، ثم تخرج من الآي سي وتذهب إلى آي سي البروسيسور. إذن هذا كل شيء بالنسبة لدائرة الشحن الخاصة بسامسونج جالاكسي A12، وأتمنى يكون هذا الشرح قد أفادكم، وإلى شرح آخر إن شاء الله.